1105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 والذي يحدد شروط وكيفية شراء السكن المنجز بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويل آخر في إطار البيع بالإيجار. الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية الخاصة ببرنامج عدل 3 لاسيما مشروع قرار الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المسكن في إطار البيع بالإيجار وكيفية ذلك. مشروع قرار الذي يحدد شروط وكيفية معالجة طلب الكفيل. مشروع تعديل المنشور الوزاري رقم 1 المؤرخ في 08/2024 المتعلق بإقصاء بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من الرقابة الإيجابية في البطاقة الوطف البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخرى. وبعد إحصاء 1,440,340 مسجل، أقول 1,440,340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3، انطلقت عملية إجراء التحقيقات على المستوى البطاقية الوطنية للتأكيد من شروط قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية، حيث أسفرت المعالجة والمقارنة الأولية مع مختلف البطاقيات قاعدة البيانات للرقم التعريف الوطني وقاعدة البيانات للصندوق الوطني للتأمين والضمان الاجتماعي وقاعدة البيانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية والبطاقية الوطنية للسكن، لا سيما إحصاء 23,150 مسجل مرتين على مستوى قاعدة البيانات لوزارة الداخلية، تسجيل 25,379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، تسجيل 108,863 حالة إيجابية على مستوى قاعدة البيانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية. وقد بلغ عدد الإجمالي للمسجلين المقبولين مبدئيا إلى يومنا هذا إلى 1,024,300